أنا أعتقد أنه على مدى السنوات الماضية كانت هنالك دعوات لتطوير الخطاب الإسلامي، لتجديد الدين، لتعريف ما هي وظيفة الدين، ما هي علاقاته، كيف يتحرك في واقعنا الاجتماعي والسياسي. أعتقد أنه تطوير يعني شرح مفصل ومراقبته، صحيح؟ نعم، يجب أن يكون هنالك حوارات ونقاشات واسعة حول هذه المسألة، لأنه نشعر أحيانا أن هنالك جماعات أو تنظيمات سواء كانت تعمل في المجال السياسي أو في المجال السياسي اختطفت الدين أو أولت الدين الذي كان المقصود منه الهداية استخدم في السياسة من قبل السياسيين.